أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة ألي سكيلز، الذي سنتطرق من خلاله إلى تطبيق مهم جدا جدا، ويجب توفره على كل الهواتف النقالة. هذا التطبيق يستخدم للحماية، وبالضبط بعد السرقة، يعني إذا تعرض هاتفك للسرقة ستعرف مباشرة موقع وصورة السارق الذي اختطف يعني هاتفك، حيث بمجرد قيام الفاعل أو السارق أو أحد ما بمحاولة فتح الكود الخاص بشاشة الهاتف، سيرسل لك تطبيق مباشرة صورة وموقع لهاتفك عبر الجيميل. نذهب إلى بلاي ستور، ثم نبحث عن اسم التطبيق الذي هو كروك كاتشر، ثم نقوم بتثبيت التطبيق. بسيط ورائع. إذا ننتظر تثبيت التطبيق ثم نقوم بفتحه. هنا نعطي صلاحية الوصول إلى الكاميرا للتطبيق، ثم إعطاء الصلاحية الكاملة للتطبيق هكذا. ثم نذهب إلى تعيين الإيميل الخاص بنا الذي نريد استقبال فيه تنبيهات التطبيق عند قيام أحد ما بمحاولة فتح هاتفنا، وبالتأكيد اختيار الإيميل. الآن التطبيق جاهز للاستعمال ويمكننا تجربه كما تلاحظون. نقوم بغلق الهاتف، غلق الشاشة، ثم نحاول فتح الشاشة باستعمال كود خاطئ كما تلاحظون، ومباشرة تصلنا تنبيهات إلى الإيميل هنا تخبرنا بأن هنالك أحد ما يريد الوصول إلى هاتفنا، أحد ما يريد فتح الشاشة. نفتح الهاتف الآن، نذهب مباشرة إلى الإيميل الخاص بنا، وها هي رسالة تنبيه تصلني على الإيميل من التطبيق. مباشرة يرسل لي التطبيق عبر الإيميل صورة للشخص الذي حاول فتح هاتفي، وأيضا موقعه، يعني بالإحداثيات بكل شيء. حتى هنا على يمكنك الذهاب مباشرة إلى تطبيق جوجل مابس لمعرفة العنوان بالضبط أين يتواجد هاتفك وصورة من قام بمحاولة فتحه. فأنا هذا كل شيء فيما يخص هذا التطبيق الذي أجده ممتاز جدا، خاصة للناس المعرضون للسرقة. لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة البسيطة التي تحاول تقديم كل ما هو أفضل بفضلكم، وزر الإعجاب وتفعيل زر الجرس، وأيضا لما لا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم وعائلتكم وغير ذلك. شكرا.